اليوم قررت انه اتحدى رونيا بتحديات البناء، بس اليوم قررنا ان ما نستخدم الغش ابد، وراح يكون كله من اختراعاتنا اني ورانيا. واو جيجي، واخيرا جيجي انت متاكد ما راح تغش؟ هي رونيا متاكد ما راح اغش. بصراحه اليوم راح استخدم مهارتي بالبناء وراح نشوف من البناء احلى اني وانتي، وبصراحه اليوم الفيديو راح يحدد من النوب ومن المحترف. شنو؟ هي جيجي اكيد راح تكون تنوب والمحترف. واو هي رانيا، اصلا انت بحياتك ما بنيتي بيت اسطوري، شو ممكن راح تكوني محترفه؟ ها لا جيجي، اصلا تدربت وتعلمت، اكيد راح اسوي بيت كلش حلو، انا متاكده. اوكي حبايبي، مثل ما قاعد تشوفون انكم تتوقعون من اليوم راح يفوز اني او رانيا، كتبوا لنا بالتعليقات. وقبل ما يبدي هذا الفيديو اريدكم تخلون لايكات هواي وتشتركون بالقناه. يلا حبايبي فجروا زر اللايك، اريد يوصل هذا الفيديو ايش قد جيجي؟ ايش قد تتوقع؟ رانيا اريد يوصل 25,000 لايك. لا جيجي خليها 50,000 لايك. هي هذا شيء صعب بصراحة، 50,000 لايك، بس حبايبي انتو قدها تقدرون توصلوا 50,000 لايك. بس رانيا اوكي، بس بصراحة لازم نعرف ان اليوم احنا ايش راح نبني، بيت، طيارة، سيارة، انا ما اعرف شنو. هي جيجي احنا مو لازم نضغط هنا او لا؟ اوكي رانيا اضغطي وخلي نشوف شنو راح نبني. اوكي 1 2 3 يلا هوب. شو خل اقرا شنو بروتكتد هاوس. جيجي معقولة يقول بيت محمي؟ شكرا. منزل محمي، انت متقدرانية بروتكتد هاوس. اي صحيح، اصلا انا احب اسوي بيوت محمية، واليوم راح اسوي بيت اسطوري محمي. يلا رانيا استعجل، لازم نبدي، ولما يصير تتاخرين لازم نبني هذا البيت بعدين نسوي محمي. اي اوكي اوكي جيجي، هسه انا كلش متحمسة، يلا خل اشتغل. اوكي هسه راحت رانيا. شو تقولون استخدم الغش رانيا او لا؟ لا بصراحة اليوم انا قررت اني ما استخدم الغش ابد. بس اوكي يا جيجي، بالبداية ايش راح نسوي؟ احتاج اسوي كرييتيف. هاي رانيا تقدرين تستخدمي كرييتيف بالبناء؟ اها اوكي اوكي جيجي. اوكي هسه بالبدايه جيجي احتاج انه احدد مساحه من هنا الى حد. اوكي هنا اعتقد هذا البيت راح يكون اسطوري. اوكي بعدين اشر هاي، بعدين اكتب سيت. اوكي 5. واو هاي راح تكون قاعده البيت. اوكي بعدين ايش راح استخدم؟ اعتقد راح استخدم البلوكات الوايت. اذا استخدمت الوايت او استخدمت البلاك، طبعا الوين بلاك كونكريت. اوكي الازرق وطبعا الاسود والابيض، اذا استخدمت هاللونين اكيد راح يكون شيء اسطوري. بالبدايه اوكي يا جيجي تحتاج هنا تعرف مساحه مال باب. اوكي بالضبط 3 بلوكات، اعتقد خطأ، اذا سويت هيجي اعتقد راح يكون احلى. اوكي يا جيجي بعدين اكباب راح تكون بالوسط. بعدين ايش راح اسوي؟ اوكي اعتقد يحتاج اكمل هذا انه اخليه اكبر. اوكي هسه صحيح، بعدين راح استخدم اللون الاسود 1 2 3. اوكي والله بصراحة انا قدامكم قاعد اجرب، انا ما اعرف شلون راح يصير هذا البناء. اوكي بعدين يا جيجي احتاج اجيب اللون الابيض هنا، والله اعتقد تقريبا اساس البيت راح يكون حلو. بعدين لون ابيض هنا. اوكي اذا عندي زيادة بالضبط بهذا المكان، يحتاج كله اكسره. اوكي يا جيجي سوي هيجي حتى نتخلص من هذا. اوكي هسه تخلصت منه. بعدين هنا بس بصراحة البيت هذا راح ياخذ مني وقت هواية. يلا يا جيجي اوكي هسه كملت هذا. لازم اكمل اساس البيت. يلا اشتغل هيجي، طبعا اساس البيت كل ما يكبر البيت راح يكون اسطوري. اعتقد هالمساحة كافية. يلا يا جيجي بعدها راح اجي من هذا الاتجاه. بس اوكي احتمال راني قاعد تغش والله وتجيب بيت جاهز. هاي رانيا انت قاعد تغشين او قاعد تبنين؟ جيجي انا قاعد ابني. جيجي اصلا انا ما اغش. اوكي اوكي يلا يا جيجي كمل هذا. اعتقد هسه مساحة البيت صارت اسطورية، اتوقع راح يكون احلى بيت بالعالم. اوكي بعدين احتاج ابني هيجي سوي هذا ارتفاع عالي، اعتقد هيجي ارتفاع راح يكون حلو. يلا يا جيجي بعد هذا. اوكي حبايبي اريدكم تكتبون بالتعليقات شو تقولون انه البناء اللي اني ابني احلى، او البناءات الجاهزه اللي اجيبها هي دائما تكون احلى، بس اتوقع اني مرات افكاري تكون اسطوريه.
يلا يا جيجي، هسي يحتاج أخلي هنا وحاول إنه أصعد هذا الجدار أكثر. يلا خلشته. يس، أنا قاعدة أشتغل ببيتي، بس أنا متحمسة، متأكدة بيتي راح يكون أحلى بيت بالعالم. حتى متأكدة جيجي ما راح يبني مثل بنائي. بعد يلا أوكي، خل أشوف بالبداية، خل أطير وأشوف شنو عندي بقي. أوكي هسه أنا كملت كل هذا وحطيت هذا الفوق الستيرز وحطيت هذا العمود، بقى شنو؟ صحيح راح استخدم هاي البلوكات هنا حتى خلي هنا الجدار، وبعد راح خلي زجاج وراح يكون كلش حلو. أوكي بعد هذه الجهة، أوكي هسه هنا حلو، بعد هذه يوم راح أغلقها وهالجهة راح تكون زجاج. هاي رانيا، رانيا لا تحاولين تغشين، بصراحة أنا قاعد أبني البيت مالتي. أغوش؟ هاي جيجي، ومنو قال لك إنه أنا قاعد أغوش؟ اوكي هسه انا كميت هذه الجهه، الصور هنا راح يكون زجاج، هذه الجهه زجاج، اوكي هذه راح اغلقها، هذه الجهه زجاج وهذه الجهه زجاج. بقى شنو عندي؟ حتى راح اسوي طابق ثاني، اوكي راح استخدم هاي البلوكات بهذا المكان، اوكي بعد هذه راح اغلقها كلها، اوكي هذه كلها راح تنغلق، وبعد ايش راح اسوي؟ اوكي راح يبقى بس هذا وراح يكون هنا اكو زجاج. اوكي هذه الجهه كملت، بقى شيء بسيط، ترى صار كلش حلو. بس شنو بقى عندي؟ صحيح الصور بقى عندي هنا نقص. اوكي ماكو مشكله، راح اخلي هذا الستيرز هنا حتى يصير شكله اسطوري. اوكي هذا ما احتاجه، الصور هذا ما راح احتاجه. اوكي هنا الصور لهنا كافي. واو صار كلش حلو. انا اصلا كلش عجبني. اوكي الصور بعد احتاج هنا او لا؟ ها لا ما احتاج، بس كمل البناء صار كلش حلو. بس بقى هذا راح اغلقه، هذا كله راح ينغلق بهذا الخشب. اوكي بعد الجهه الثانيه بنفس الشيء، بس حيل هذا الشغل كلش متعب. بس يلا اوكي انا لازم اخلص بنائي قبل لا جيجي يخلص البناء. بس صحيح ذكرت انا ما راح اسوي الطابق الثاني. اوكي ماكو مشكله، راح اغلق هذا بالخشب وبعد راح اسوي هنا ممر حتى اقدر اصعد عن طريق هذا، خلي هنا درج واكمل طريقي. بس شو راح اقدر؟ هذا كل الصعب. اوكي لعد احسن شيء ان استخدم سلاب وكده راح يصير كلش حلو. يلا خل اشتغل. يا جيجي هسه بقى قليل وراح يكمل الطابق الاول، ولهذا لازم اكمل ارضية هذا الطابق. اوكي يا جيجي هسه هيجي كملت هذا الطابق. واو طبعا هنا ما راح ابني اكثر، لان بصراحه اني ما احتاج اني يكون عندي طابق ثاني، بس انا اعرف عندي فكره اسطوريه راح تكون بالطابق الثاني، اكيد راني راح تنصدم راح تشوفها. يلا اوكي هسه شنو عندي بعد؟ هنا أنا لازم اكمل هذا البناء. بس ايش راح اسوي اذا استخدمت هاي البلوكات البيضة بالضبط بهذا الحجم؟ اعتقد هالمساحة راح تكون كافية. اوكي يا جيجي بعدين هنا اعتقد هالمساحة راح تكون مسبح اسطوري. واو هاي فكرة عبقرية. بعدين هنا اوكي اعتقد هاي مساحة كافية، هاي راح اسويها راح تكون حديقة، حديقة او مسبح. بصراحة انا ببالي فكرة انه اسوي مسبح هنا ومسبح هنا، واو راح يكون شيء اسطوري. بعدين راح اجيب هذا السلاب، راح استخدمه اوكي هنا بالضبط بهذا المكان. يلا يا جيجي هذا الممر اللي اني امشي بي بهذا البيت. اوكي تقدر تمشي منه وتشوف عندك هنا مسبح وهنا حديقه، راح يكون شيء حلو. بس بصراحه اللون الاسود مو كلش عاجبني، اذا استخدمت بمكان اللون الازرق اعتقد راح يكون شيء احلى. والله اوكي انا احب اللون الازرق اكثر. اوكي خلينا نشوف شلون راح يصير هذا البيت، اعتقد هسه صار احلى، يعني راح يصير هنا ما ازرق وراح يكون ازرق وابيض البيت. واو اكثر لونين انا احبهم. هيك احلى صحيح. اذا يا جيجي تحتاج تغير هذا. اوكي لازم كله اكسره بعدين اجيب هنا. لازم اكمل، بس احتمال راني قاعد تغش. والله بصراحه ما اعرف ايش قاعد تسوي هسه، بس بيته مستحيل اتوقع يصير مثل هذا البيت، يا هذا بيتي بنائي اسطوري. اوكي اذا بس هذا بعدين هيجي. هسه اجى الوقت انه احفر هنا، بس بصراحه ايش قد احفر؟ لان المسبح لازم يكون غميج حتى اقدر اسبح به، كل ما يكون المسبح عميق يكون حلو. اوكي هسه يا جيجي اعتقد هسه صار حلو. بعدين من هذا الى هذا راح استخدم اوكي الازرق هذا راح يكون هو ارضية المسبح. يلا يا جيجي استعجل، بصراحة كل ما استعجل راح يكون بنائي احلى. بعدين هنا اوكي
هسه لازم استخدم الوايت كونكريت. اوكي هيجي هسه انا غيرت هذا، وبعدي لازم اغير كل الاطراف واخلي مي هنا. بس هنا ايش راح اسوي؟ اوكي يا جيجي، اذا اسوي مسبح ثاني اعتقد ما راح يكون حلو. اذا راح اسوي حديقة اسطورية. اوكي راح اسوي بالضبط هيك ارتفاعات. يلا يا جيجي بعدين. اوكي لا خطأ، اذا سويت هيك بالضبط هنا وراح اخلي ورد بهذا المكان. اوكي هسه اتوقع راح يصير حلو. هيك بعد اعتقد هسه الحديقة كملت. هسه لازم اشتغل وخلينا. يلا خلنا اشتغل. اوكي يا جيجي هسه انا تقريبا كملت الحديقة مالتي، بقى بس ازرعها واخلي هنا ورد راح يكون شي حلو. وهنا المسبح، بس صحيح تذكرت انا ما قاعد ابني بيت حلو، انا قاعد ابني بيت محمي. بس اوكي هذا البيت المحمي لازم يكون بيه فخاخ الرانية. انا متأكد ان رانية تحب المسبح، يعني اذا جتي هنا راح تتفاجأ بهذا البيت، بعدين تشوف مسبح واكيد راح يعجبها تسبح بالمسبح، بس هي ما تعرف شنو راح يواجه. اوكي يا جيجي اذا هسه شنو احتاج؟ اوكي اقدر استخدم اللافا. اوكي لا اللافا ما يصير تبين. اوكي انا عرفت ايش راح اسوي، راح استخدم. اوكي وين الواتر؟ اوكي خلينا نشوف وين موجود. اوكي يا جيجي الفيك واتر اعتقد هنا موجود، هياته موجود. اوكي راح اترس هذا المسبح كله، راني راح تتوقع انه هذا مسبح، بس هي ما تدخل بهذا المكان، ما تعرف انه هذا المكان يدمج مثل اللافا. اوكي هسه انا كملت. هذا المسبح كمل، هذا الفخ الاول راح يكون الرانية. اوكي بعدين هنا يا جيجي شنو ممكن تستخدم ورد؟ اوكي اذا استخدمت هذا الورد الاسود اعتقد راني ما تعرف انه هذا الورد سام، واذا تقربت يمه راح تسمن. اوكي اذا اخلي هنا، بعدين هنا يا جيجي بس لازم اخفيهم بين الورد العادي حتى ابد ما تشوفهم. اوكي اذا راح استخدم الورد الاحمر والاصفر. اوكي عندي هواي الوان بصراحة. اوكي كلهم راح استخدمهم، راح اخلي وردة هنا وورده هنا. اوكي متأكد رانية ما راح تنتبه على هذا الورد الاسود. يلا يا جيجي لازم تستعجل. اوكي هسه انا كملت هذا. اوكي بعد عندي هنا وهنا. اوكي هسه انا كملت هاي الحديقة كملت، اكيد رانية راح يعجبها تجي تلعب بالحديقة وراح تتفاجئ بهذا الورد السام. اوكي هسه انا كملت اول فخين. بعد يا جيجي ايش راح تسوي؟ اكيد راني اذا جيتي على هذا البيت راح تمشي عن طريق هذا الممر. اوكي اذا يا جيجي تحتاج تسوي هنا نفخ بوم. اوكي اذا لازم هنا. لا جيجي كمل، ما راح اسوي هنا، راح اسوي بالضبط بهذا المكان. اوكي ثلاث بلوكات. يلا يا جيجي احفر بعد هنا. اعتقد لازم اسوي اكثر تحت الارض حتى انا راح استخدم اللافا. اوكي هسه راح اجيب اللافا، بعدين راح اخليها بهذا المكان. يلا يا جيجي. اوكي هسه اكيد راني راح تسقط هنا. اوكي بعدين راح اجيب الجاست بلوك، اعتقد موجود عندي هنا. اي صحيح موجود. اوكي هسه 1 2 3 هسه راني راح تجي تمشي. اوكي بعدين هوب تسقط هنا. يلا هسه لازم اشتغل واكمل البيت. يلا خلصته. يس اجى الوقت انه اكمل الشبابيك. اوكي طبعا الشباك راح اسويه من الارض، يعني بصراحة اذا سويت الشباك راح يكون شباك مانوب، بس اذا سويته الى الارض راح يكون شباك مودرن وحديث بوم. اعتقد هالمساحة طبعا كل ما يكبر الشباك راح يكون احلى البيت. اوكي يدخل ضوء اكثر، وراح استخدم هذا الشباك الجلاس الابيض. يلا يا جيجي بعد هنا كملت عن الشباك الاول، اعتقد بهذا الطابق راح يكون هذا الشباك كافي، بعدين راح استخدم هنا وهنا يا جيجي. اوكي هسه كملت الشبابيك مال البيت. بعد هنا بس بصراحة انا ما استخدمت هذا الزرع الاخضر، اذا استخدمته هيك حول البيت راح يكون اسطوري. يلا يا جيجي بالضبط هنا حول هذا البيت. اوكي اعتقد الخضار هذا راح يخلي البيت بعد احلى واسطوري اكثر. اوكي بعد هنا يا جيجي هسه كملت. بعد راح استخدم وين من هذا الاخضر؟
راح استخدم بالضبط بهذا المكان. بس اوكي فينس عندي، اذا اجيب فينس وراح اخليه هيجي، بعدين استخدم هذا الاخضر هنا. اوكي راح استخدم اثنين، اعتقد هسه صار حلو. يلا يا جيجي، اوكي واحد اثنين، والله صار بيتي اسطوري. بعد شنو راح استخدم؟ اوكي انا قاعد افكر ان استخدم هذا الاخضر يكون بهذا المكان. يلا يا جيجي، اوكي على الطابق الثاني. لازم اكمل هذا وافتح حول البيت بالكامل. يعني بصراحة انا الجلسة مال البيت راح اخليها تكون بالطابق الثاني، راح تكون جلسة اسطورية. اوكي بعدها هنا، يلا يا جيجي، اوكي هسه انا كملت هذا. بعد شنو عندي؟ اوكي هسه انا كملت، لازم اصعد واسوي الدرج. اوكي بس يبقى جيجي هنا اكو فخ. اذا هسه راح اكسر هذا المكان. اوكي اعتقد كل هذا راح اكسره، وبعدين راح اجيب هذا السلاب بالضبط باي مكان. اوكي هيجي، بعدين هيجي. يلا يا جيجي، اوكي اعتقد اذا سويت هذا هنا راح يكون اسطوري. بس اوكي اقدر اوقف هنا او لا؟ اعتقد يحتاج انزله بعد اكثر. اذا هسه اوكي اعتقد هسه صار زين. بعدها اوكي لازم اسوي هذا. يلا يا جيجي، اوكي هسه انا كملت هذا الدرج اللي صعدنا الى الطابق الثاني. بس اعتقد هاي زياده. اوكي واو راح تكون جلسه اسطوريه هنا، انا متاكد راح تكون احلى جلسه بالعالم. بس هسه ايش راح اسوي؟ اوكي راح اخلي اشجار هنا بالضبط، هاي اشياء تشبه الاشجار. يلا يا جيجي لازم اكمل، بس بصراحه ما اعرف ايش قاعد تسوي. اوكي هسه هنا، بعدها هنا. اوكي هسه انا كملت هذا. واو والله البيت مالتي صار حلو. طبعا كل ما يكون بيزرع اكثر راح يكون البيت حلو اكثر. وهسه اجي الوقت نؤثث البيت. يلا خلشته. اوكي يا جيجي هسه كمل البيت مالتك وصار بيت اسطوري. بصراحة تستخدم التدفئة هنا، خليت نار حتى البيت يكون دافي، لان بصراحة الشتاء وبعد اجواء باردة. اوكي وهنا انا سويت السرير مالتي، وهنا انا القعدة الاسطورية حتى اتفرج على التلفزيون، وهنا عندي شباك اسطوري اقدر ابيع هاي الغابة. حتى راح اصعد الطابق الثاني اذا اضوج يعجبني ان انا اجلس. اوكي سويت جلسة اسطورية بالطابق الثاني، حتى انا خليت فرن حتى اقدر اشوي سمك واشوي كل شيء اريده. واو انا متاكد بيتي راح يكون احسن بيت رانية. اوكي هسه يا جيجي بس دير بالك تقفز بهذا الماء، والله هذا الماء عبارة عن لافا. اوكي خلي انزل هنا ورا اشوف رانية. هاي رانية انا كملت البناء مالتي. جيجي انا مكملت. اوكي تقول رانية كملت، اذا اجى الوقت اشوف بيته. راني اقدر اجي اشوف البيت. هي جيجي بالبداية اشوف لازم نسوي مفاجأة. جيجي افتر على هذا الجهة وبعد تعال بالعكس. اوكي راح امشي بالاتجاه العكس، ارد اشوف وين رانية. اوكي راني جيجي يلا ارجع ارجع ارجع. أوكي. ارجع بعد ارجع ارجع. هي هي راني سميت. والله انت شريرة. يا شلون هاي انت مسويت لي كمين، وانا توقعت انه بدي اشوفين البيت. جيجي شو رايك بهذا الكمين؟ هي اصلا هذا الكمين لو شايف انا اعرف اصلا هذه السمكه سامه، هاي من تتقرب يمه تنفخ وبعدين تسمك. هي احسن احسن والله. هي بس انا بصراحه انا اعرف هذا الكمين. بس رانيه شنو هذا بيتك؟ والله بناء منوب. بناء منوب. هي جيجي اصلا هذا بيت القرويين، هذا كلش حلو. قرويين؟ هي احنا مو قرويين اصلا. ثاني شيء شنو هذا البيت؟ اوكي شنو هذا رانية؟ اوكي شنو هذا العمود داخل البيت؟ عمود جيجي هذا موديل حديد. جيجي اصلا كلش حلو. تعال تعال. بس جيجي صح شو راح تدخل البيت؟ ما تقدر انت اصلا تدخل البيت. ليش ما اقدر ادخل؟ اوكي يعني اذا اجي منه. هاي شنو رانية؟ مسويت لي كمين هنا. بس بصراحة شو ممكن ادخل؟ اوكي يا جيجي فكر شو ممكن. اوكي انا عرفت شو راح اسوي. ها شنو؟ جيجي ها ما جبت هاي السمكه السامه. هاي انت خالي سمك، اكو واحد يخلي سمك مقابل البيت. بس رانيه وعش راح اسوي؟ هوب. شنو؟ اوكي راح الكمين مالتك. هي شرير انت ايش تسوي؟ هي بصراحه هذا كمينك مو اسطوري. اوكي يا جيجي افتح الباب. شنو؟ هي رانيه
خلصت الكمان مالتج. جيجي هو هاي الكمان موجودة بس جيجي هي كانت كمان أسطورية. بس انت وقعت في الكمين مو صحيح. وقعت في الكمين اصلا انت قلتي لي تشوف توقعت راح تفاجيني بالبيت. جيجي اكيد راح خليك تصص بالكمين، انت مفروض تنتبه. اوكي اوكي، بس شنو هذا السرير وشنو هذا العمود هنا؟ جيجي هذا خاف اضوج، اقعد اكسر بالعمود اسوي مثل ملاكمة. هيرونية والله هذا الشيء غريب، اكو واحد يخلي عمود داخل البيت. اوكي خلينا نصعد للطابق الثاني. راني شنو عندك هنا؟ جيجي هذه غرفة المكتبة، يعني كل ما اضوج راح اخذ كتاب من هذه الكتب وقعد هنا واتفرج واشرب شاي واتفرج هنا على المكان الحلو وبعد اقرا كتابي. ثاني شي اصلا هذا المكان مسدود، شلون راح تفرجي منه؟ جيجي شو انت ما تشوف؟ ما قاعد اشوف هنا موجود كل شيء قاعد اشوف. ثاني عرفت، بصراحه الغرفه كلش كبيره، يعني لو سويتها بعد اصغر. بعد اصغر؟ هي شو انت قاعد تستهزئ؟ اصلا بيتي كلش حلو. اوكي كان عرفت، اصلا بيتش مقرف وما حلو. لا لا مستحيل، هي انتظر انتظر. ايش قد راح اقيم هذا البيت؟ هيرونية اوكي بصراحة مبين هذا البيت انت بانيته لين شكله نوب. شكله نوب؟ هي شوف اسمعني، جبوك تحكي علي مرة ثانية ما تعرف شو راح يصير بيك. يلا روح. والله تسممت هاني. اوكي بعرانية بصراحة اني راح اقيم هذا البيت. شقد راح انطيج؟ جيجي 10 من 10. شنو هذا البيت 10 من 10؟ هي بتعدي منه. هذا البيت يستحق 5 من 10. شنو 5 من 10؟ ولا مستحيل، معقول اني كل هذا البناء اللي سويته وتعبت بيه احصل 5؟ لا مستحيل. شنو تعبتي بهذا البناء؟ انت ما قاعد تشوفي اصلا بناء صغير، هسه اجي الوقت تشوفين البناء مالتي. اكيد راح يكون بناءك من نوب. اوكي بس شو راح اسوي؟ خلي اغمض عيني واتمشى. اوكي 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 اوكي. رانيا تعاي هسه اوقفي بمكانك. رانيا هسه باعي عاد باتجاه اليمنى. اوكي شوف البيت مالت، هاي اتجاه اليسرى. اوكي شنو؟ هاي رانيا شنو رأيك بهذا البيت؟ جيجي هذا كلش حلو، أنا عجبني. بس جيجي ساني كشفتك، أنت خالتنا هالوردة السوداء واني اصلا اعرفها انه هذه ورده سامه. اوكي اوكي والله بصراحه ما توقعت اني راح تعرف هذا الورد. اوكي رانيا بصراحه استكشف البيت مالتي. بس هو جيجي المسبح اسطوري. بس جيجي هنا اكو قفاز. قفاز بصراحه اني ما خال قفاز. بس انت رانيا تقدرين تقفزين. بس جيجي المفروض تخلي قفاز حد اقدر اقفز. اوكي اوكي هسه رانيا بصراحه ابتعدي عن المسبح مالتي، انا اضوج شخص ثاني يسبح بالمسبح. بس جيجي اجبني نجربه. يلا هوب شوف اي واو نجحت الخطه مالتي. يا شرير انت خدعتني وتوقعت انه هذا مسبح. هي رانيا اصلا انا خدعتك، قلت لك ما اريد احد يسبح بالمسبح مالتي، ولهذا عرفتك انت راح تصرين وراح تسبحين. اوكي اوكي ما يخالف، هسه كذا كمان اللي عندك خلصت، جا الوقت ندخل هذا البيت الكئيب، اصلا شكله ما حلو. يلا خلينا ندخل. يلا واو هي رانيا سقطت بالكمين الثاني. اوكي رانيا سقطت بهذا المكان، والله مكان خطر. هي رانيا يلا تعاي. جيجي مزعج، انت خالي كمين ثاني بس انا انتبهت. اوكي بعد لازم اعبر. يس انا عبرت، معقول انا بامان. اوكي رانيا بصراحه انت متي هوايه، ولهذا اصلا انت خسرتي. رانيا شنو رايك بهذا البيت؟ جيجي البيت حلو. اوكي جيجي هنا اكو تلفزيون، بس حرام التلفزيون عطلان. جيجي موطو التلفزيون عطلان، راح تقول الدرجه. تقول الدرجه؟ هي ليش تقول اصلا؟ بصراحه اني تعبت وبنيت هذا البيت. اوكي اوكي بس شنو طابق ثاني؟ بس جيجي شو شي طابق ثاني مفتوح، المفروض يكون مغلق. هيرونية بصراحة أنا عفته مفتوح، حتى من يعجبني أجلس مثلا أجي هنا بهذا المكان. أوكي وقدر أتفرج على السماء، وخلي هنا أنا أوكي تعب بعي فرن، أقدر أشوي هنا سمك ولحم وأقعد بهذا المكان الأسطوري. هو صحيح حلو، بس عندك هنا خطأ جيجي، المفروض ما يكون هنا مفتوح، وفرض مطرت الدنيا شو راح يصير؟ إذا صارت أمطار. أوكي بصراحة أنا نسيت الأمطار، والله صحيح راح يدخل لي الماء. زين أفرض صارت عاصفة، شلون يعني واحد بالبيت وتجي العاصفة؟ أكيد راح يطير. يطير؟ هي تسش تريدين؟ بصراحة بيتي بناء أسطوري. صحيح جيجي هو حلو، بس ما راح أطيق درجة كاملة. شنو؟ هي ليش مو درجة كاملة؟ والله بناء حلو هذا. أوكي أوكي يلا خل أقفز على السريع، مش نعبر هذا الكمين. هي رانيا يلا قيمي البيت، والله مبين بيت حلو. رانيا إيش قد راح تنطيني درجة؟ خل أحسب خل أحسب. أوكي هذا أكو بيه خطأ، هذا منه
بي خطأ وهذا ما أعرف. هي ماكو خطأ ماكو خطأ، البيت قاعد تشوفيه كلش حلو. أوكي أوكي، إيش قد أعطيك؟ راح أعطيك 8. أوكي أوكي راح أعطيك 8. شنو؟ إذا أنا اليوم فزت على رانيا بتحدي البناء. هي رانيا عرفتي إيش قد أنا محترف بالبناء؟ هي ليش تشوفين؟ باي قاعد أقول لك جيجي محترف وجيجي أسطوري. إذا لا مستحيل، أصلا بناءك ما حلو. أوكي إذا رانيا راح نشوفك بالتحدي الجاي، من اللي راح يفوز أنا أو أنتي؟ أوكي جيجي أنا مستعدة لأكو تحدي ثاني، أكيد راح أفوز المرة الجاية. أوكي حبايبي هسا إحنا أوكي تحديت رانيا، بالتحدي الجاي راح نشوف من اللي راح يبني بناء أحلى، مع إن أنا متأكد أنا دائما أفوز. شنو؟ لا لا جيجي المرة الجاية متأكد أنت ما راح تفوز، أنت راح تخسر. أوكي راح نشوف. يلا حبايبي لهنا وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي بفيديو جديد، مع السلامة.